هنا القصص اللي ذكرتني بقصة. هذه وحدة أبطت ما تزوجت وضاق صدرها، يجي اللي يشوفون واللي يناظرون واللي يروحون واللي يجون، وما أحد سبحان الله العظيم يعني ما تمشي سنة سنتين، ملت من كثر ما تروح وتجي على هالمجلس، تغسلي وجهك تلبسي مدري ايش، لا انت ما قلتي، انت يوم دخلتي انت. المهم بلغ عمرها 34 سنه وهي ما تزوجت، ويجي هاك اليوم تقدم لها هاك العريس، لا والله يوم سنه الامور مشت ووافقوا عليها وشافها ومشت الامور. دقت عليها ام الولد هاك الضحويه، قالت ارسلي لنا بطاقتك عشان يعبون حقه شو اسمها العقد. انت ما شاء الله عندك خبره. لا حقت لا يمكن الفحص الطبي، حقت الفحص الطبي. اي نعم حديث وعهد، حقت الفحص الطبي مبطين على الشاهد. الشاهد في الامر حقت الفحص، ويوم انها ارسلت لها وشافت عمرها قامت دقت عليها قالت ابي اقابلك الحين. قابلتها قالت انت عمرك اكبر من ولدي بواجد، ومتى بتجيبين عيال؟ رجاء الموضوع بينتهي الان. كيف ما كيف؟ قالت الله قفل الموضوع ورجعت مساكين لها تصيح ضاق صدرها، وقررت انها تروح تاخذ عمره، وكلمت ابوها وامها وراحوا اخذت عمره وصارت تجلس تدعي عند الحرم عند الملتزم عند الكعبه، وتروح تجلس مسينا عندها هناك. ومرت من المرات وهي جالسه مسينا، لا والله انا تسمع، وحتى تقرا عندها حولها قران، لا والله انا تسمع قول الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. يوم قالت لا والله انت اول مره تسمعها. المهم عندها هاك العجوز واظنها سوريه، قامت تبتسي، انتبهت لها العجوز قالت وش سالفتك؟ قالت والله انا سالفتي كذا وكذا. قامت العجوز وقرات عليها سوره الضحى، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. المهم سبحان الله أثر في هذا الكلام تأثيرا عجيب. اعتمرت وجلست كم يوم في مكة ورجعت راجعت هي وامها وابوها. يوم جوا في المطار وتقابل ناس يعرفون لهم، تقابلهم وياهم في المطار وجلست تسولف هي وحريمة الرجال اللي قابلوه، تصير زميلة لها. وشلون وش ما ادري ايش؟ قالت ما تزوجتي؟ قالت لا والله لا الحين، وهذا سالفتي وما ادري ايش، وتفركشت الخطوبه اللي كنت مأملتن فيها، وجيت واخذت عمره والحمد لله. ركبت الطياره وهذه وقالت الرجله على قصه خويتها، قالت والله هذه سالفتها. قالوا ايش رايت لمين كلم فلان يدور للحريمه؟ رجل في خير ورجال ما شاء شروه من عندي رواك الطيب. اي وقالوا خلاص وصلوا ديرتهم كلموا. يوم كلموه قال بتوكلنا على الله. جاء الرجال وخطب ومشت الامور سبحان الله، رجل رجل وين وين الاول، ما في مقارنه ابد. المهم تيسرت الامور وعرس الرجال. يوم انها عرس عاد هي تبي الذريه، وصل عمرها حول يمكن الحين دخلت على 35 او هذا. هذا قمه الشباب. إيه هذا شباب المراه. اي بس ضاق صدرها تبي عاد العيال، تبي عاد الشيطان يجيها. الشيطان يعدكم الفقره وانت وانت والحريم والمجتمع المهم السنه الاولى ما جابت شيء، السنه الثانيه ما جابت شيء، السنه الثالثه ما جابت شيء، لهم ضاق صدرها. قالت الرجل انا والله يبي العيال الحين خلاص مزبلت على 40. راحت وسوت تحليل ما ادري وش تبي تشوف. قالت له الدكتور انت حامل. شو قال انت حامل؟ لا اله الا الله، سووا ذا مدري ايش، سبحان الله العظيم. اطلعت حامل المراه وبدت في المراجعات، لا والله يوم ثقلت، لا والله يوم تنفخت، لا والله يوم انه قالت يمكن من السن والعمر وهذا. والله يجيبونها هاك اليوم تبي تسوي سونار اشعه. اشعه يوم سوى الاشعه قالوا بطنت فيه اثنين. ايه لو والله يوم من بدايه من اغتثت تزود. وجت راجعت له وجت بعد يجي فتره يجي حول الشهر وجت راجعت له قال بطنك فيه ثلاثه. ربك لمن عطى يعطي، هذا عطاء الكريم سبحانه وتعالى. المهم سبحان الله العظيم هي تجيب لهم ثلاثه بنتين ولد. الحمد لله وتيسر امورهم مع رجل.
ما شاء الله. فالأرزاق لها توقيت، تجي في وقتها، بتجي في وقتها، لكن نثق في الله. نعم، نثق في الله. إذا صرف الله عنك شيء أنت تحبه وهو جل وعلا صرفه، فاعلم أن حبك له من علمه أنه سينتهي إلى بغض فيصرفه عنك، ينتهي إلى شر فيصرفه عنك. أنت في البداية تقول وبعدين ترى أنا لا أحب أن كلمة عانس للمرأة، وصلت تصدق 34، هذا بعضهم يقوله، ما هو أبو عبد الملك، وأربع ما تزوج، وبعدين 35 36 38 الأمر متى ما أتى، وإذا الله بيرزق لاحظة الآن هاي الثلاثة الأطفال اللي حملت بهن الثلاثة ذي، هذه المرأة وهي أم 20 توصل 35 ما جابت ثلاثة بعضهم. نعم. الله رزقها وبيرزقها الله من رزقهم، نتفائل وندعو. والعنصر الجميل في القصة أنها لما ضاقت عليها فجاج الأرض ذهبت إلى رب السماوات والأرض، وأتت في بقعة هي أطهر البقاع، فبكت عند ربي واستجارت ودعت، ثم أن رزقها الله تدبر القرآن، فإذا الرزق يأتيها من غير ما تحتسب. من اللي قال للربع هذا اللي يروحون في يلتقون بها في مطار الملك عبد العزيز؟ مقدرة. ومن اللي قال لها أنها تسولف على ذيك في تطمئنها، وتسولف على هذه في تدور لها؟ الله، تسخير من ربي سبحان المسبب سبحانه وتعالى.